في هذه المرحلة إذن يتوقف الحلم المغربي الذي عاشه المغاربة بفخر كبير، ويتوقف مشوار المنتخب المغربي، مشوار أسود الأطلس أمام هدفي المنتخب الفرنسي. إضافة إلى حالة الحزن والأسف التي تعم الشارع المغربي في هذه اللحظة، لكن هناك روح رياضية وهناك افتخار بعناصر المنتخب المغربي بأسود الأطلس وبالمجهود الذي بذله وليد الركراكي حتى وصل إلى النصف النهائي في نهائيات مونديال قطر. الجماهير بقدر ما هي ربما مستاءة وحزينة وكانت تتوقع الأفضل، بقدر ما تحيي الفريق المغربي وتحيي المدرب وليد الركراكي. شنو رأيك طبعا في المشاركة؟ أكيد كنا كنتمنوا الفوز صح؟ وما كاينش ما كانش كيتمنى الفوز، الشعب المغربي كامل والافريق كامل كانت مسانده للمغرب. كنا كنطمحوا نكونوا اول بلد افريقي وفي المينا ريجون نوصلوا للفينال كوب دي موند، ما كتبتش. نتمنوا ما تكونش صدفه، نتمنوا ما تكونش هذا، خصنا نتسناو 100 عام اخرى باش نشوفوا ايكيب افريكا في الدمي فينال ولا في الفينال. نبداو من هذه الليله الخدمه، كوب دافريق قريبه. كنا إذن امام اول نصف نهائي عربي افريقي في تاريخ مباريات كاس العالم، وإن توقف الحلم المغربي عند هذا الحد لكنه وفق الجماهير ووفق مراقبين يفتح قوس المستقبل وسؤال تطوير الكرة المغربية، وكيف يمكن أن تستقى الدروس والعبر من المشاركة المشرفة لأسود الأطلس في مونديال قطر من أجل مستقبل مشرق للكرة والرياضة المغربية. كنت منا من الجميع أنها تطور الكرة المغربية وتفتح آفاق للشباب وفي الأحياء الشعبية، لأن كاين مواهب كثيرة بزاف، وكنتمنى أنهم يشوفوا هذا الوضع ديال الشباب اللي كنعيشوه حنايا واللي عشنا حنايا في الطفولة ديالنا، لأننا ما لقيناش اللي ساعدنا واللي عاونا باش أننا نوصلوا داك الشيء للحلم ديالنا والموهبة ديالنا اللي عندنا. نحن فخورون بالمنتخب المغربي مهما كانت النتيجة، شعار أطلقه المغاربة فيما خرج الكثير منهم للاحتفال ولتقديم تحية ود وتقدير لأسود الأطلس وللمدرب المغربي وليد الركراكي على الأداء المشرف في مونديال قطر. ولسان حالهم يقول: هل يا ترى سنتمكن من تكرار هذا الإنجاز في القادم من منافسات كأس العالم؟ فاطمة بونبور، الحرة، الرباط.